في الفيديو ده هتكلم عن ازاي نصين ونصلح مفتاح موظم غاز او اللي هو سخان الغاز. تمام كده اهو، ده المفتاح اهو، هتكلم في الفيديو اللي فات عن هو النار كانت موجوده فيه او اثار النار يعني. في الفيديو ده هنفكه اهو، نفكه اهو، ما علينا فكناها كده شايفين، بس كده مستعرض اهو المفتاح شايفين دي تيلة، التيلة دي بتتشال بالبنسة ولا حاجة، شايفين التيلة اهي، التيلة اللي هي دي اللي ورا دي، وبعد كده أول لما هنشيل التيلة دي كل المجموعة والسوستة دي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات هتطلع، وكمان الجزء ده هيطلع لورا كده لان هو محشور، دي حشرها التيله دي، حشره المجموعه دي كلها، هتطلع السوسته دي، وكمان في سوسته هنا هتطلع. وطبعا اول ما تطلعهم هتلاقي لو هو بيطلع نار هتلاقي الاويل سيل اساسا مش موجود او متاكل، فهتركب اويل سيل هنا، اويل سيل في حجم التيله، في حجم التيله دي، شايفها التيله، التيله ورده مش كامله، ورده زي سوسته، ورده سوسته بتطلع بالبنسة، وبعد كده بتروح مركب الاويل سيل. طبعا قبل ما تركب الاويل سيل بتشحم، بيطلع لك المجموعه دي كلها بتشحم تحت السن ده، وبتشحم هنا برضه، وبتركب بقى هنا في سوسته تانية تطلع معاك، تركب بقى السوسته ديت والسوسته ديت وتركب المجموعه ديت، وبعد كده هتروح مركب الاويل سيل في حجم التيله، وبعد كده تروح حاشر التيله دي في الاخر، وبكده بيكون انت عملت صيانه وتصليح للمفتاح اللي هو منظم الغاز لسخان المصانع اهو. تمام كده، لو في فيديو كمان هيبقى موجود في الوصف تحت بيوريك الكلام ده بنعمله ازاي، ونفك ازاي التيله، خلي بالك وانت بتفك التيله عشان ما تكسرش منك، بالراحه خالص وتسيسها، اللي هي دايره ناقصه قوس اهو، شايفه اهو اهو باينه في التصوير اهي، ماشي، وانت بتركبها برضه تسيسها، وانت بتركبها برضه بنفس البنسة هتركبها، بعد ما تركب كل المجموعه والسوسته اللي هنا اللي مستخبيه تحت هنا والسوسته ديت، وتركب الاويل سيل في الاخر، وفي الاخر خالص تروح زانقها وحشرها بالتيله، قوم المجموعه دي كلها ما تطلعش، اول لما ترفع التيله كل المجموعه دي هتطلع في ايدك، تمام، والسوسته والسوسته اللي هنا كله ده وهي كله ده هيتفك ويطلع اللي هو بيروح ويجي ده، كان كده محشور كل اللي زنق ده كله ورابطه اللي هي التيله دي، مفتاح التصليح كله وكلمه السر هنا اللي هي التيله، فكها صح من غير ما تكسرها وتركبها صح، تركب الاويل سيل اللي هو التاكل دوت، تشيل تشتريه، تروح تاخد المفتاح دوت تروح عند واحد بيبيع اويل سيلز وتقول له عايز الاويل سيل يديك المقاس دوت، تمام، وتشحم، اهم حاجه تشحم حراري هنا وهنا. شكرا جدا لاستماعكم الفيديو ده، كان معكم مهندس اسامه عمدوك، متنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جد ومهم ومفيد، وتدعمنا اللايك واكتب كومنت، اكتب تعليق هرد على الاسئله يتك بفيديوهات وكومنت، شكرا جدا. نركب اهو، نركب تاني هنوريك ازاي تركب يعني، ماشي تزنقه بعد كده بالمفتاح، هات المفتاح طبعا انت بتربط في ايه مع ارض الساعة، تزنق تاني كده اهو، سوري اهو انا بصور انا اللي بصور يعني، ما اتطردش قوي قوي بس ايه اللي هو